جميل. أبو عبد العزيز كان عندك مداخلة شوي. أنا علق أبو عمر في بداية تعليقه على الآيات ذكر الدعاء، يعني أن عمر بن الخطاب يقول والله أني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. حسنت. وأحب يعني أذكر والناس كلها تعرف شروط استجابة الدعاء. الآن واحد رفع يده بيدعي يبي يعرف وش شروط استجابة الدعاء. كلنا ندعي في المسجد، كلنا ندعي إذا مشينا، ركبنا السيارة، سجدنا، صلينا، يعني أول شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، هذا ما يبي له كلام. الأمر الثاني يثني على الله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى، يحمد الله ويثني عليه. الجزم واليقين أن الله بيستجيب لك، ما يسوى ليف. أنت ما تتكلم عن شخص أو تتكلم عن واحد تطلب أمر بسيط ولا شيء، هذا رب خالقك ومكونك ومتوجه أنت له بالإخلاص وبالدعاء وبالجزم، أنه إذا عندك يقين أن الله بيستجيب لك فابشر بالخير. الله يقول في القرآن الكريم فما ظنكم برب العالمين، على قدر ظنك بالله سبحانه وتعالى ستحقق الأمور، لكن متردد يمكن ويمكن لا وما أدري إيش، لا تتوقع الإجابة في هذه الأمور لأن الله مطلع على نواياك. فيجب أن نحقق شروط استجابة الدعاء في أنفسنا قبل ما ندعي، نعرف منه الرب سبحانه وتعالى، نعرف نعطيه. يعني الله يقول في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره، الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. من يوم تقول الله سبحانه وتعالى يجب أنك تتزلزل، يجب أنك تغير حتى من جلستك. الله كريم، الله عظيم، اثن عليه بما يستحق ولا أنت بلاحق، واشكره وأيقن أيقن أيقن بالإجابة، وأطب مشربك وأطب مأكلك. كل هذه الأمور من أمور الاستجابة. وعلى قوة القائل إذا كنت ظالم أحد ولا شيء رح واستحسمح منه، لا تفرش سجادتك ذاك اليوم في الدعاء إلا وأنت مكتمل دائما من حقوق الناس ومن حقوق العباد ومعطي الله حقه في الدعاء. ذيك الساعة بإذن الله تنفرج، ويكون في علمك إذا دعيت وأنت بهذه الصفات ولا استجيبك يتكون من ثلاث أمور أو تروح في ثلاث أمور. الأمر الأول أما أنه يذرع عنك أمور بقدر دعائك ما تدري عنها، أخطار ولا مشاكل. الأمر الثاني يحققها لك على طول دعائك هذا. الأمر الثالث يؤخرها لك إلى يوم القيامة ويضاعفها ضعف ضعف. هذه الأشياء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن والله يا أخوان كثير من الناس ييأس، كثير من الناس يقنت، كثير يصير عنده سوء ظن. الله سبحانه وتعالى ما مطلع على قلبك، تعال بقلب سليم ويقين وادع وشوف وش الأبواب اللي تتفتح لك. وكثير منكم دعا واستجاب الله له، يناظر اللحظات اللي دعا فيها وش كان، الانكسار، الخضوع، الدموع، ركن في مكان أظلم، في غرفتك، في مكان ما حد يدري عنك فيه إلا الله، في يقين إنه بيستجيب وأنت تخاطبه. ولذلك لو تلاحظون يا أخوان في السجود تلقاك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم تقوم تقول وراك شغل عديتها ثلاث أم. لا استمر، ترى استمريت سبع ثواني بعد سبحان ربي الأعلى بدأ الانفتاح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بدأ الاتصال. بس إبليس يقومك قبل ما تصل هذا الاتصال. ناجه العجوز ولا الرجال الكبير ولا الإنسان، ادع لعيالك، ادع لبناتك، ادع للمسلمين في كل مكان، ولا تأمرنا ترى في حاجة يا أخوان. ترى والله الأمر بسيط في الدعاء، وصفة من أجمل الوصفات. ادعوا لأنفسكم وادعوا للمسلمين وللأموات، يستجيب الله أكيد إن شاء الله. فينا صالحين بإذن الله يستجيب الله لهم دعاء. هذا ما أحببت تشارك. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ويتقبل منه منك يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. سم أنا ودي نغير اليوم، عندي لغز. أنا توني بقولها الحين، وهذا اللغز أنا لقيته وجاز لي.